مساء الخير، بنرجع لكم كل مشاهدي قناة النشرة الإلكترونية. طبعا بعد نهار طويل من تغطية وقائع الانتخابات النيابية بدائرة الشمال الثالثة، تحديدا بالبترون والكورة، بلشت الاحتفالات تعم دائرة الشمال الثالثة، ونحن هلأ بالبترون مثل ما شايفين احتفالات كبيرة عم بتعم المنطقة بعد ظهور معالم نتائج هيدي الانتخابات بتعبئة 10 مقاعد لهيدي الدائرة، 7 للموارنة و3 للروم الأرثوذكس. طبعا بداية حصدت هيدي الدائرة حاصل انتخابي 10,624 صوت، فيما عم تتنافس اللوائح الأربعة واللي حصدت منها بعض المقاعد، فيما لائحة كلنا وطني ما حصدت أي مقعد. لائحة الشمال القوي بتحالف تيار المستقبل تيار الوطن الحر وميشيل معوض حصدت 3 مقاعد، لائحة تيار المردة طبعا بتحالف الحزب السوري القومي الاجتماعي وبطرس حرب حصدت 3 مقاعد كمان، أما لائحة نبض الجمهورية القوية بتحالف القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية حصدت المقاعد الأكثر وهي 4 مقاعد. طبعا رح نعرض بعض الأسماء بحسب مصادر النشرة واللي وصلت. وزير الخارجية جبران باسيل المرشح عن لائحة الشمال القوي نجحت بقضاء البترون على المقعد الماروني ب 8223 صوت، فيما ستريدا الياس طو نجحت عن لائحة نبض الجمهورية القوية ببشري على المقعد الماروني ب 6312 صوت، فادي يوسف سعد نجح عن لائحة نبض الجمهورية القوية بقضاء البترون عن المقعد الماروني ب 6782 صوت، جوزيف جورج اسحاق نجح عن لائحة نبض الجمهورية القوية بقضاء بشري عن المقعد الماروني ب 5527 صوت، فادي عبد الله كرم نجح عن لائحة نبض الجمهورية القوية بالكورة عن مقعد الروم الأرثوذكس ب 4567 صوت، توني سليمان فرنجي نجح عن لائحة معا للشمال ولبنان بزغرطة عن المقعد الماروني ب 2121 صوت، وميشيل معوض نجح عن لائحة الشمال القوي بزغرطة على المقعد الماروني ب 2230 صوت، اما سليم عبد الله صحابي على لائحة معا للشمال ولبنان بالكورة على مقعد الروم ب 3692 صوت، يبقى عنا اسطوان الدويتي على لائحة معا للشمال ولبنان بزغرطة على المقعد الماروني ب 1394 صوت، واخيرا جورج عطا الله نجح على لائحة الشمال القوي بالكورة عن مقعد الروم الأرثوذكس ب 2245 صوت. طبعا هيدي اخر المعلومات اللي وصلنا، هي كل شيء لليوم، بننتظر النتائج المقبلة للاعلان الرسمي عن الناجحين ب 10 مقاعد في دائرة الشمال الثالثة.